السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يا جماعة أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والفيديو اللي معنا النهاردة هنتكلم عن أسعار السلع التموينية بداية من يوم الأربعاء 1/2/2023، وهل حدث في الأسعار أي اختلاف ولا الأسعار زي ما هي؟ ويلا مع بعض نشوف تفاصيل الخبر. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات شهر فبراير 2023 لصالح 64 مليون مواطن، بالإضافة إلى الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية عبر 40 ألف منفذ بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة. يأتي ذلك بعد انتهائها من صرف 98% من السلع خلال شهر يناير الجاري لأصحاب البطاقات التموينية. وانتهت وزارة التموين من توفير الدفعة الأولى من السلع الأساسية لصالح المنافذ من خلال مخازن شركتي الجملة تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات مع بداية شهر فبراير المقبل. كما أكدت وزارة التموين توفر كافة السلع التي يحتاجها المواطنون بالمنافذ، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة العامة والمصرية بمتابعة توفر السلع بالمنافذ بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن قيمة السلع اللي بيتم توفيرها شهريا بتبلغ 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى برعاية. وأما عن نصيب الفرد من السلع التموينية، فقد أوضحت الوزارة أن قيمة استعادة السلع التي يتم صرفها للتجار تنقسم إلى 40% سكر، 35% زيت، 25% أرز ومكرونة وسلع تموينية أخرى، حيث يتم صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة. معنى الكلام ده أن أي بطاقة تموين لها 2 كيلو سكر للفرد، بس لو البطاقة زادت عن 4 أفراد يعني 5 أو 6 أو 7 أو أكتر من كده فما بتاخدش أكتر من 8 كيلو سكر للبطاقة، بالإضافة إلى زجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة. معنى الكلام ده إن الفرد في البطاقة له إزازة زيت، بس لو أفراد البطاقة أكتر من 4 أفراد مش هياخدوا برضو الأكتر من 4 زجاجات، يعني 5 هياخدوا 4، 6 هياخدوا برضو 4 أزايز زيت. وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد، يعني البطاقة اللي فيها 3 أفراد كل واحد هياخد كيلو رز. طيب بطاقة فيها 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو أكتر هياخدوا 2 كيلو رز إضافي. وأما عن أسعار السلع التموينية، فقد جاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير 2023 كالآتي: سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره 10.5، أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره برضو 10.5، عدس مجروش 500 جرام سعره 12 جنيه بدل من 11 جنيه، فول معبأ 500 جرام سعره 7.5 جنيه، مثلى صناعي 800 جرام سعره 30 جنيه بدل من 24 جنيه، شاي ناعم 40 جرام سعره 3.5 جنيه، صلصة 300 جرام سعرها 6 جنيه بدل من 4.75 جنيه، جبنة 250 جرام سعرها 7.5 جنيه بدل من 7 جنيه، جبنة 500 جرام سعرها 14 جنيه بدل من 13 جنيه، مسحوق أوتوماتيك 800 جرام سعره 20 جنيه بدل من 17.5 جنيه. مكملين مع بعض باقي الأسعار: مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره 10.5 جنيه، صابون غسيل 125 جرام سعره 2.25 جنيه، صابون تواليت 125 جرام سعره 6.5 جنيه بدل من 5.5، لبن جاف 125 جرام سعره 20 جنيه، خل 5% 900 ملي سعره 5 جنيه بدل من 4.25 جنيه، زيت خليط 800 ملي لتر سعره 25 بدل من 23، مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيه، مكرونة 800 جرام سعرها 12 جنيه، كيس ملح طعام 300 جرام سعره 1 جنيه، كيس سائل غسيل أواني 80 جرام سعره 2 جنيه، بسكويت سادة سعره 1 جنيه، بسكويت ويفر أنواع سعره 2 جنيه، بسكويت تمورو أنواع سعره 3 جنيه، بسكويت بورو أنواع سعره 3 جنيه، طحينة بيضة ظرف 24 جرام بسعر 2 جنيه، المربى أنواع 350 جرام بسعر 14 جنيه، التونة المفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيه، دي 1 كيلو بسعر 11 جنيه، بار حلاوة طحينية سادة 40 جرام بسعر 2 جنيه، قهوة سريعة الذوبان 18 جرام بسعر 3 جنيه، علبة مرق الدجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه. دي بالنسبة يا جماعة لأسعار السلع التموينية اللي انت هتشتريها من أي تاجر تموين أو أي منفذ من منافذ بيع السلع التموينية، وأي تاجر هيغلي عليك السعر هقول لك هتعمل ايه في نهاية الفيديو. وحول ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية بمنظومة الدعم، أكدت وزارة التموين أن هناك استقرار حتى الآن في قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير 2023، و
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية في فتح معارض أهل رمضان بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية. طبعا معارض أهل رمضان بتحرص وزارة التموين على طرح السلع الغذائية الأساسية بها وأهمها الزيت والسكر والأرز، فضلا عن طرح نحو 100 سلعة أخرى متنوعة داخل المعارض، كذلك ضخ كميات كبيرة من السلع المتنوعة بالمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمجمدة. وفي النهاية بأكد على كل واحد مع بطاقة تموين هيروح يصرف التموين بتاعه لو شهر فبراير بداية من يوم الأربع الجاي ياخد باله من الأسعار اللي احنا قلنا عليها وهي أسعار السلع التموينية، وأي تاجر تموين هيزود عليه أي سلعة من السلع هيتصل بإرقام الشكاوى وهي 19588، وده عبر الخط الساخن لحماية المستهلك، أو يبعت على الواتساب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 015-47-49. وفي النهاية أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.